ولنقاش اتفاق الرياض ومدى إمكانية تنفيذه وتشكيل حكومة مشتركة في ظل استمرار انتهاك ميليشيا الحوثي لاتفاق الحديدة. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، تحية لك وللمشاهدين. وفقا لمصادر يمنية فإن تشكيل حكومة مشتركة بين تيار هادي والمجلس الانتقالي بات وشيكا، ما مدى أهمية هذا الاتفاق بعد تجميده لعام كامل؟ اتفاق الرياض مهم لأنه يتعلق بإحلال السلام في جنوب اليمن، هناك حيث درع صراع بين الانفصاليين المتمردين الذين تلقوا دعما كبيرا من التحالف للأسف الشديد وبين قوات الحكومة، وكانت الغلبة فيها للمجلس الانتقالي وقواته الذين طردوا الحكومة من عدن ومن محافظة أخرى ومن أرخبيل سقطرة، وكان لابد من إيجاد مخرج لهذه التطورات السلبية. هذا المخرج تمثل في اتفاق الرياض، لكن يبدو أن هذا الاتفاق يمشي باتجاه خطير جدا، وهو أنه يؤمن المزيد من المخارج السياسية للإنقلابيين ويساهم في إعادة تموضعهم في المشهد الجنوبي ويقوي حجتهم فيما يتعلق بإعادة فصل جنوب البلاد عن شمالها، خصوصا أن الذين يرعوا هذا الاتفاق لا يكترثون بالشق العسكري الذي يعتبر مهما، لأنه يفرض على المجلس الانتقالي الانسحاب من عدن، وإذا لم ينسحب أو لم تنسحب قوات الانتقالي من عدن فالحكومة الشرعية والرئيس لن يستطيعوا العودة إلى عدن، برلمان لن يستطيع عقد جلساته في عدن. من الواضح أن الضغط الآن يذهب باتجاه تشكيل الحكومة، تشكيل الحكومة ستضمن انضمام المجلس الانتقالي إليها، لكن لن تكون هذه الحكومة محصنة، ستمنح المجلس الانتقالي قرار في إدارة الشؤون الشرعية لكنها ستحميه أو ستحصنه عسكريا، لأنه لن يضطر إلى تقديم التنازلات ما لم تكن هناك ضغوطات حقيقية على هذا المجلس بحيث ينسحب من عدن بالتزامن مع تشكيل الحكومة. حاليا وكما رشح هناك ضغوط هائلة على الرئيس للقبول بتشكيل الحكومة قبل الانسحاب العسكري من عدن، مع ضمانات بإمكانية تحقيق ذلك بعد شهر من تشكيل الحكومة، لكن طبيعة الحال تجربة العام الماضي السنة الكاملة والتوقيع على اتفاق في 5 نوفمبر تشرين الماضي تشير إلى أنه ليست هناك جدية ولا استعداد من جانب المجلس الانتقالي للالتزام باتفاق الرياض وبمضامنه الحرفية. الرئيس تحدث على ضرورة التقيد الكامل بتفاصيل هذا الاتفاق، لكن يبدو أن الضغوط أقوى منه وتدفعه باتجاه تشكيل الحكومة. فإذا ما حدث وتشكلت الحكومة فسيكون ذلك تأجيجا للصراع أكثر من أنه حقنا للدماء أو ضمانا لعودة السلام، لأن أسباب الصراع ستظل باقية، المجلس الانتقالي سيبقى يرفع شعار الانفصال ومع المزيد من الإمكانيات التي حصل عليها إن على المستوى العسكري أو على المستوى نعم الكريم. سيد ياسين، نتحدث عن الشق العسكري باتفاق الحديدة، ما مصيره في ظل تواصل اختراقه من قبل ميليشيا الحوثي، وما دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإلزام الحوثي بتنفيذ بنود هذا الاتفاق؟ أعتقد أن اتفاق الحديدة مات تقريبا، يحاول المبعوث الأممي إيهام المجتمع الدولي أن هذا الاتفاق لا يزال قائم وأن الترتيبات الميدانية المرتبطة بهذا الاتفاق لا تزال سارية. طبعا هذه المسألة لم تعد موجودة أبدا، خصوصا بعد المواجهات الشاملة التي شهدناها خلال الشهر الماضي في منطقة الدراهمية جنوب مدينة الحديدة، والتي لم يصد الحوثيين سوى القوات المشتركة التي استطاعت أن تستعيد الأراضي التي هاجمها الحوثيون وأبقت على المعادلة العسكرية والأيدي على الزناد، وبالتالي لا أثر ميداني أو مادي لاتفاق الحديدة، لكن ليس هناك رغبة لدى غريفيث في إعلان فشله في مسار الحديدة، لأن إعلان فشله في مسار الحديدة سيلقي بظله القاتم على تحركاته التي يهدف من ورائها إلى إقناع الحكومة والحوثيين للقبول بصيغة الإعلان المشترك وهو إعلان وقف إطلاق النار الشامل في البلاد. طبعا الاتفاق الحديدة سقط، لا أثر ميداني له، هناك خروقات يومية، اليوم الحوثيون يبدو اكتفوا بمسألة القصف على المواقع الحكومية وعلى المساكن وعلى المدن الآهلة بالسكان،
ولو بأيديهم أن يقوموا باقتحام هذه المدن لاستطاعوا لفعلوها، لكن لم يستطيعوا، وهذا يعني أنهم لا يتقيدون أصلا باتفاق الحديدة، والذي يحكمهم هو معادلة القوى الميدانية وليس أي شيء آخر. سيد ياسين، كيف يفسر التقاعس الدولي مع القضية اليمنية رغم تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للميليشيات الإيرانية كمنظمة إرهابية؟ في الواقع ليس هناك جدية من المجتمع الدولي للتعاطي مع التحدي الذي يمثله الحوثيون في الساحة اليمنية، بل بالعكس هناك إصرار على إعادة تمكينهم في المشهد اليمني عبر العملية التفاوضية أو العملية السياسية، وهذا الأمر لا ينطوي على أي نية من أي نوع لتجريدهم من المكاسب السياسية أو حتى العسكرية. لهذا الضغوط اليوم تمارس على السلطة الشرعية أكثر منها على الحوثيين، وكل ما نراه هو أن المقترحات دائما الأممية منذ أكثر من 3 سنوات دائما تذهب إلى تجريد السلطة الشرعية من صلاحياتها الدستورية لصالح الانقلابيين سواء في شمال البلاد أو في جنوب البلاد. ولهذا الخطر الذي يأتي من مسار السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة يساوي بالقدر نفسه الخطر الذي يأتي على الشرعية من مسار الرياض. ولهذا أنا أعتقد أن اليوم هناك تزامن أو هناك تناغم أو تساوق بين المسارين، وكلاهما يهدفان إلى إعادة هندسة السلطة الشرعية. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين تميمي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.